يا مساء الفل. بس النهارده مش هيبقى كل يوم بقى حلو قوي كده عليكم وعلى كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، في حلقه جديده من برنامج الترند. حلقه مهمه، عندنا كلام كتير، تفاصيل كتير كالعاده، وبيبقى عندنا اخبار كمان تتعلق بفريقنا، فريق النادي الاهلي. عندنا امور كمان متنوعه تتعلق بالجانب المحلي، منتخبنا الوطني اكيد، وطبعا الجانب العالمي، وبعض التفاصيل المهمه جدا اللي هنتكلم فيها على مدار حلقه اليوم. لكن مهم قوي ان انا اقول لحضراتكم ان الحديث لسه مستمر على القمه، وفوز النادي الاهلي على الزمالك بخماسيه 5-3، مباراه تاريخيه وفوز تاريخي جدا. فهيبقى عندنا لسه تفاصيل كتير ونقط كتير جدا هنقف عندها ونتكلم عليها. منتظر تواصل حضراتكم معنا من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وانستجرام. سؤال الحلقه: ايه رايك في اداء الاهلي في الدوري بعد مرور اول 3 جولات من بدايه الموسم؟